كورونا في المومياء، مفاجأة علمية جديدة، ومسلسل مدرسة الروابي للبنات يثير زوبعة في الأردن ونقابة الفنانين على رأس المعترضين. وحتى هو الطعم، رجل الكهف يعود للعالم بعد 20 سنة لعيون لقاح الكورونا. أهلا بكم. لنا أكثر من سنتين وللآن لغز كورونا منحل بالكامل، والعلم والعالم لسه بيبحث عن أصل الفيروس ومن وين جاء وكيف جالس يتطور. وأحد الدراسات الأخيرة حول هذا الموضوع دراسة نشرتها مجلة زوية